وللحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ أحمد عزام محلل أسواق في مجموعة كوتي من عمان. ورحب بك معنا أستاذ أحمد، وأبدأ معك من بورصة وول ستريت حيث تجاوزت ناسداك 17,000 نقطة لأول مرة على الإطلاق. كيف تقرأ ذلك، وكيف تتمكن الأسهم الأمريكية من الانتعاش وسط كم من الأزمات الاقتصادية؟ مساء الخير عمر، شكرا للاستضافة. نعم، بكل تأكيد عندما ننظر المؤشرات الأمريكية في الفترة الأخيرة سجلت أرقام قياسية. بكل تأكيد الأرقام القياسية جاءت بناء على تحركات مؤشرات التكنولوجيا أو شركات التكنولوجيا. شركات التكنولوجيا العملاقة التي أسمتها بعض الصحف Magnificent Seven كانت قد قدمت مستويات وأداء ممتاز جدا عبر تقارير الأرباح المرتفعة جدا، على رأسها بكل تأكيد انفيديا. انفيديا أصبحت تساوي كقيمة سوقية حتى أكثر من أسواق أسهم عالمية مثل ألمانيا على سبيل المثال، فعند قياسها كشركة على فرادة أو شركة على حدة فهي أكبر من أسواق أسهم، فبكل تأكيد تنعكس إيجابا على أداء المؤشر، مؤشر ناسداك هنا تحديدا ومؤشر S&P 500. عندما ننظر إلى أداء المؤشرات بشكل عام في الفترة الأخيرة كانت جراء 2024 جراء إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، أو على الأقل تفاؤل الأسواق بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، مما دفع الأسواق إلى نبرة إيجابية، إلى تحركات إيجابية في أسواق الأسهم بشكل عام. عندما ننظر إلى أسواق الأسهم كطبقات هنا عمر، ننظر بكل تأكيد إلى التكنولوجيا كالأفضل أداء، ثم ننظر إلى المؤشرات الأخرى على سبيل المثال راسل 2000 داو جونز في الفترة الأخيرة يسجل بعض التراجعات، بينما لا يزال مؤشر ناسداك ومؤشر ناسداك يقدم أداء إيجابي، مؤشر S&P 500 يقدم أداء إيجابي، مما يعطي أن التكنولوجيا هي الدافع الأساسي في الفترة الأخيرة لأداء إيجابي. بكل تأكيد شركات التكنولوجيا هي حساسة بشكل كبير جدا إلى أسعار الفوائد، مما أعطاها القوة في الفترة الماضية عبر تسعير وتوقعات إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية أيضا بشكل عام، النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي حتى الآن يعتبر إيجابي أرباع زمنية في الفترة الماضية لا يزال يقدم أداء إيجابي. 1.6% المستويات الأخيرة أو الربع الأخير لا يزال يعتبر أداء إيجابي مقارنة بالاقتصادات الأخرى، 1.6% بالمقابل اقتصادات أخرى عند مستويات 0%، فبالتالي الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال لحتى الآن مرن. من ناحية أخرى أسواق العمل لحتى الآن رغم التسريحات والهيدلاينز الكثيرة الفترة الأخيرة، العناوين الرئيسية الكثيرة بالشركات الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك تسريحات جماعية، لكن لحتى الآن عندما ننظر إلى الاستطلاعات إلى الأرقام الرسمية لا يزال الوظائف جيدة، البطالة عند 3.9% هي مستويات لا تزال متدنية جدا في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما ننظر إلى تقرير الأرباح للشركات، عندما ننظر إلى الاقتصاد الكلي لا يزال هناك مستويات أو لا يزال هناك أداء إيجابي جيد بالنسبة للأسهم. أعتقد بأنه عام 2024 لحتى الآن يعتبر جيد جدا بناء على تقرير أرباح إنفيديا تحديدا في الفترة الماضية. إنفيديا تقدم أداء إيجابي 20% بتقرير الأرباح، هي الأفضل حتى من التوقعات، سلسلة متتالية لحتى الآن من تقرير أرباح لحتى الآن يعتبر إيجابي بشكل أفضل من التوقعات. فبالتأكيد أستطيع أن أذكر هنا أن اقتصاد الأسهم الأمريكية مرتبط حاليا بشركة إنفيديا. نعم أستاذ أحمد، يعني في سياق متصل ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال هذا الشهر، لكن اقتصاديين يرون بأن المستقبل ما زال مقلقا مع احتمال الركود، ما رأيك في هذا الموضوع؟ نعم عمر، ثقة المستهلك حتى الآن هي أرقام إيجابية، حتى الآن تعطي إشارات إيجابية بأن المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن على درجة جيدة من الثقة في الاقتصاد الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى الانفاق الاستهلاكي حتى الآن لا يزال يعتبر جيد جدا عندما نربطه تماما مع أسعار الفوائد المرتفعة. بكل تأكيد الاتجاهات عندما يكون ارتفاع أسعار الفوائد متتالي يكون هناك إمكانية انخفاضات ثقة المستهلك، انخفاضات أرقام النمو الاقتصادي. لحتى الآن الأرقام تعتبر جيدة بالنسبة لثقة المستهلك، قد أربطها هنا عمر تماما مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي، مع أرقام النمو الاقتصادي.
أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الماضي 1.6%، لكن قبل كنا عند ما يقارب 4%، لحتى الآن تعتبر أرقام جيدة جدا مع دورة سياسة نقدية تشددية في الفترة الماضية. فبالتالي على ما أعتقد لحتى الآن ثقة المستهلك مرتبطة تماما مع أرقام النمو الاقتصادي. إذا ما لاحظنا في الفترة القادمة إمكانية انخفاض النمو الاقتصادي، أي تفاعل السياسات النقدية التشددية لفترة زمنية أطول مما كانت تعتقد الأسواق، لأن الأسواق كانت تعتقد بإمكانية البدء بتخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس ثم أرجأتها إلى شهر 6 شهر جون، لكن لحتى الآن إمكانية التوقعات أو إمكانية أن تبدأ تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، مما يعطي أن السياسة التشددية قد تستمر لفترة زمنية أطول، أو على الأقل أيضا قد نستمر بأسعار فوائد مرتفعة أعلى مما كانت عليه سابقا قبل بداية دورة السياسة النقدية، مما قد يعطي إمكانية انخفاضات ثقة المستهلك في الفترة القادمة، انعكاسه على النمو الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، مما أعتقد لذلك إمكانية دخول الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل مراهنة اقتصاد الولايات المتحدة أو مراهنة الفيدرالي الأمريكي على إمكانية دخول مرحلة الركود في الولايات المتحدة الأمريكية حتى البدء بتخفيض أسعار الفائدة. لذلك الإجابة هنا عمر، أعتقد بأن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد يدخل في مرحلة ركود تقني على الأقل في الفترة القادمة. نعم أستاذ أحمد، أنتقل معك إلى أوروبا ومع مواصلة المعروض النقدي لنموه في منطقة اليورو، ماذا يعني ذلك بداية وكيف تقرأ مستقبل اليورو؟ يمكن المعروض النقدي ارتفاعه في الفترة الماضية جراء عدد نقاط بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، لن أذكر هنا الاستثمار لأن الاستثمار بكل تأكيد مع أسعار الفوائد المرتفعة قد تقلص بشكل تدريجي، لكن إمكانية أن نذكر هنا التدخل البنك الأوروبي بشراء السندات في الفترة الماضية بشكل كبير جدا، سواء كانت بحزمة كوفيد 19 أو قبل حتى حزمة كوفيد 19، أي ما يذكر عنه التسهيل الكمي. فعندما ننظر إليه فبكل تأكيد توليد الأموال يكون عن طريق إعادة استثمار السندات الأوروبية، مما أعطى معروض نقدي مرتفع. انعكاسه قد يكون في الفترة القادمة عمر، لو كانت الأرقام مستمرة بالارتفاعات للمعروض النقدي، وأشك بذلك، إمكانية أن يكون هناك ارتفاع لأرقام التضخم، لأنه رفضاً المعروض النقدي ارتفاعه يعني ارتفاع أرقام التضخم في الاقتصادات. هنا التضخم في الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضات متتالية أو يسجل تباطؤ متتالي في الفترة الماضية، 2.4% 2.5% قراءات متتالية بالنسبة للتضخم الأوروبي، مما قد يعطي مدلول بأن المعروض النقدي قد يتقلص في الفترة القادمة، قد نرى البنك الأوروبي يتدخل في الفترة القادمة لمحاولة بيع السندات أو على الأقل إيقاف استثمار السندات في الفترة القادمة بالنسبة للبنك الأوروبي. لذلك أعتقد بأن المعروض النقدي قد يتقلص في الفترة القادمة في الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني محللو البنك المركزي الروسي قد صرحوا بأن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في البلاد جاء أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024، ما رأيك وهل ينجح الروس بتجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها؟ يمكن هي المفاجأة السعيدة بالنسبة للاقتصاد الروسي تقديم أداء لحتى الآن يعتبر نوعا ما جيد، لو استثنينا قبل عام الفترة الأخيرة في العام الأخير أرقام النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد الروسي تعتبر جيدة، قراءة الربع الأخير تعتبر سلبية، لكن قبل العام أي في عام 2022 كان لدينا أربع قراءات لأرباع متتالية سلبية بالنسبة للاقتصاد الروسي، مما أعطى دخول الركود التقني للاقتصاد الروسي. لحتى الآن قراءات تعتبر جيدة، بكل تأكيد الاقتصاد الروسي اقتصاد يعتبر ناهض، يعتبر معتمد على نفسه، احتياطات متواجدة كثيرة في الفترة الماضية، الاعتماد على العملة المحلية في التجارة الروسية، مما أعطى دافع جيد بالنسبة للاقتصاد الروسي في الفترة الماضية. أستاذ أحمد، يعني في سياق متصل، ارتفعت صادرات الهند إلى روسيا بأكثر من 35% خلال العام المالي الحالي، كيف تتمكن الهند من تجاوز العقوبات الغربية على موسكو؟ يمكن بداية الأموال المتواجدة بين الدولتين، دولة الهند دولة روسيا، هي من سهلت التجارة العملية بالنسبة للدولتين جغرافيا، بكل تأكيد إيجاد ممرات أخرى، ممرات
غير قابلة لتطبيق العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي أو حتى على الاقتصاد الهندي في حال متابعته. بكل تأكيد إيجاد ممرات، إيجاد حتى الشراكات التجارية كان لها تأثير بشكل كبير أيضا هنا عمر، أعطى الولوج للاقتصاد الهندي على الاقتصاد الروسي. وبكل تأكيد هو ليست وليدة اللحظة وليست حتى في إيجاد اقتصادات أو إيجاد وضع اقتصادي يعتبر جيد بالنسبة للاقتصاد الهندي مقارنة مع الاقتصاد الروسي في الفترة الماضية. وهنا أقصد طبعا الشراكات التجارية، لا بل كانت الشراكات التجارية حتى قبل التوترات الجيوسياسية. فبكل تأكيد هنا الأموال المتواجدة بين الطرفين قد سهلت العمليات التجارية بين الهند والروسي. نعم أستاذ أحمد، أنتقل معك إلى الصين ومن العملة اليوان التي تتراجع لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر بعد تخلي الصين عن دعمه. ماذا يجري في الاقتصاد الصيني وكيف تقرأ هذا المشهد؟ يمكن مخاوف الأزمة الصينية في الفترة الماضية جراء العقارات، جراء تراجع مطوري العقارات إيفرغراند كانتري غاز تحديدا بالنسبة للاقتصاد الصيني. بكل تأكيد الاقتصاد الصيني يعتمد بما يقارب 20 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي على العقارات، مما أعطى المخاوف من أزمة صينية. الحكومة قد تدخلت إجراء تحفيز نقدي سواء أو تحفيز حتى مالي بالنسبة للاقتصاد الصيني في الفترة الماضية، أعطى دافع يعتبر لحتى الآن جيد بالنسبة للاقتصاد الصيني، ما يقارب 5% نمو الاقتصاد الصيني يعتبر ممتاز جدا فيما لو قارناه مع الاقتصادات الكبرى، فيما لو قارناه حتى مع الأزمات الاقتصادية بالنسبة للصين في الفترة الماضية، مما يعطي النظر بأن التحفيز المالي في الفترة الماضية بكل تأكيد له دافع دائما سلبي على العملة المحلية. فهنا الاختيار بكل تأكيد محاولة انهاض الاقتصاد الصيني مع دفع العملة المحلية سلبا، قد يكون الاختيار واضح بالنسبة للاقتصاد الصيني مما أعطى دافع التحفيز المالي. هنا أود أن أذكر عمر بأن التسهيل الكمي أو حتى التحفيزات المالية لأي اقتصاد يعطي دافع سلبي بالنسبة ليوان الصيني، فما نشهده بالنسبة لتراجعات اليوان الصيني يعتبر مبادرة اقتصادية أو حتى يعتبر مبرر اقتصادي بالنسبة لليوان الصيني. نعم، يعني بالانتقال إلى أسواق الطاقة، من المقرر أن تجتمع أوبك بلس عبر الانترنت يوم الأحد المقبل، ويتوقع أن تمدد قيودها إلى النصف الثاني من العام الحالي 2024. ما هي توقعاتك وكيف تقرأ مستقبل الخام العالمي؟ على ما أعتقد عمر في الاجتماع القادم يوم الأحد القادم بالنسبة لأوبك بلس قد يكون القرار هو تمديد تخفيض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا، على ما أعتقد هو قيمة التخفيض إنتاج النفط الخام. عندما ننظر إلى أسعار النفط الخام حاليا على ما أعتقد قد تكون هي دافع أيضا أساسي بالنسبة للاقتصادات النفطية لإبقاء السياسة الحالية. أود أن أذكر هنا الضبابية بالنسبة للنفط أو بالنسبة لإنتاج النفط أو بالنسبة حتى للعرض والطلب. عندما ننظر إلى توقعات أوبك بلس للطلب العالمي هو مختلف تماما عن وكالة الطاقة العالمية بالنسبة للتوقعات. البعض يعتقد من أوبك بلس أن هناك طلب مرتفع في عام 2024، بينما وكالة الطاقة كانت توقعات بأن يكون الطلب سلبي بالنسبة للنفط. هنا الضبابية قد تكون دافع أساسي بالنسبة لتحركات أسعار النفط بتحركات عرضية. التوترات الجيوسياسية في الفترة الماضية على ما أعتقد بدأت تخفض نوعيا تأثيرها على الأسواق العالمية وبالنسبة حتى للنفط. عدم توسع التوترات الجيوسياسية يعني بأن عدم اليقين بالنسبة للنفط وتحركات النفط يبقى واردا، لذلك الحركة السعرية قد تكون العرضية واردة بالنسبة للنفط في الفترة القادمة. أميل إلى إمكانية ارتفاعات خام غير تكساس بالنسبة للنفط، النفط الخام إلى مستويات $85 في الفترة القادمة مع بقاء السياسة الحالية بالنسبة لأوبك بلس. نعم أستاذ أحمد، أختتم معك من المعادن الثمينة وهذه المرة من الفضة. يعني مع تسريع الصين لوتيرة إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، كيف تقرأ مستقبل المعدن الأبيض؟ وهل يعد ملاذا آمنا أيضا وسط الأزمات التي نشهدها عالميا؟ قد يكون الارتباط بين الفضة والذهب في الفترة الماضية هو اعتبار المعادن كملاذات آمنة، بالرغم من أن الفضة تعتبر كملاذ آمن
أقل درجة بشكل كبير بالنسبة لمقارنة للذهب. مع التوترات الجيوسياسية كنا قد شهدنا ارتفاعات الذهب بشكل متتالي، لكن المفاجأة كانت بالنسبة للفضة ارتفاعات بشكل أكبر، 15% بالنسبة للذهب ارتفاعات في السنة الحالية، لكن الفضة تجاوز ذلك، 20% هي ارتفاعات الفضة في الفترة الماضية. بكل تأكيد دخول الفضة في الإنتاج أعطى الطلب الأكبر، بالرغم من أن أيضا الذهب هناك عليه طلب مرتفع من البنوك المركزية كملاذ آمن، مخاوف من الأزمات من الصين، من اليابان، من الهند، الأسواق الناشئة، لكن الفضة الطلب يأتي عليها من ناحية التصنيعية، من ناحية التصنيع. الاعتماد على الفضة كان مرتفع جدا في الفترة الماضية جراء الاعتماد وارتفاع الحالة التصنيعية، ارتفاع الإنتاج التصنيعي في الفترة الماضية. عندما ننظر حتى اقتصاديا قياس الفضة بالذهب، قياس يتم تقسيم أونصة الذهب على أونصة الفضة ما يقارب حاليا 78 أونصة مقارنة سعر الذهب بالفضة، أي كل واحد أونصة بالنسبة للذهب يقابلها 78 أونصة بالنسبة للفضة، لذلك لحتى الآن هي تعتبر تسعيرا بالنسبة للفضة هي الأقل مقارنة بالذهب. لذلك أعتقد بأن إمكانية ارتفاعات الفضة للفترة القادمة قد يكون أفضل من ارتفاعات الذهب، والاستمرار الارتفاعات على ما أعتقد قد يكون وارد. مستويات الـ 33 مستويات الـ 38 دولار لأونصة الفضة قد تكون واردة، اختراق 38 قد يكون للـ 45 في العام القادم بالنسبة للفضة على المدى الطويل. عمر، نعم، محلل الأسواق في مجموعة إيكوتيا الأستاذ أحمد عزام كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.